بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الشغل اللي اشتغلته، نبلش. هاي عملنا run بشكل مستمر، اي قيمة راح يعطيني قيم هون، وراح يظل ال LED طافي لانه مفيش ايرور. وانس اني حطيته صفر راح يطلع عندي هنا انه في عندي خطأ divide by zero error. وهي اللوج اللي عملته، هاي اللوجو، هاي اللي هي بيشير ال LED، وهون اسمي. وطبعا اذا بدنا نفتح اي نيو مثلا ونيجي هون نختار VI، هاي هون انا اخترته كتبته باسمي هيو. فهون راح يعطيني input specified number، فانا راح اروح هون واحط النمبر اللي بدي اياه، هي هون numeric عشان يوزر يدخله. وعندي هون divide by zero error، بس لازم يكون بوليان يعني صفر وواحد. فبنروح على البوليان بنختار مثلا LED، فبس بنوصل هاي في هاي، نوصل هاي في LED، وهاي كمان نوصلها الطرف تبعها هون بالبوليان وبس. ونعمل رن نشوف ريزلت. هاي رن، هاي صفر اعطاني شغال، لو حطينا واحد راح يطفي. يعطيكم العافية.